إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على الملة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأكمل الله به الدين، فكل ما يحتاجه المسلمون من أمور دينهم فقد بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين، وقد استشهد أمته في حجة الوداع في يوم عرفة وقال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت الأمانة. فكان يرفع يده الشريفة إلى السماء إلى جهة العلو، ثم ينزلها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهم قد شهدوا له بالبلاغ المبين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب الموسوم بالفتوى الحموية الكبرى، وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية الدمشقي، فإنه قد جمع فيه ما أجمعت عليه القرون الثلاثة المفضلة فيما يتعلق بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. ونقل ما ثبت عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين حملوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حمله التابعون وأتباع التابعون وأتباع التابعين، فهم القرون المفضلة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء نقلوا العقيدة وأجمعوا عليها. وكان يوجد في هذه القرون بعض رؤوس البدع، لكنهم منكور عليهم، يصاح بهم من كل جانب. فقد وجد في هذه القرون الخوارج، كلاب أهل النار، ووجد فيه الجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه، والمراد علو الذات،
فهم يؤولون العلو بأنه علو الرتبة والقدر، ولا يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية على عاتقه بهذا الكتاب أن يبين بالأسانيد الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا في الاعتقاد الصحيح. ثم إنه ذكر آخر ما وقفنا عليه كلام لعالم مشهور، وهذا العالم هو أبو عبد الله محمد ابن خفيف الشيرازي الفارسي الذي توفي عام 371 من الهجرة، وهو عالم كبير نطق بالحق في هذه المسائل، وإن كان عنده أخطاء أخرى فهذه لم يتعرض لها ابن تيمية. فإن الرجل يعتبر شيخ الصوفية في عهده، والرجل أيضاً كان يدرس كتاب اللمع للأشعري، فهو قد دخل عليه بعض المآخذ، لكنه ما نقله من إجماع عن الصحابة في العقيدة فهو نقل صحيح. ولهذا ذكره ابن تيمية في هذا الكتاب، وهو ثابت بأدلة، لكن هو ذكره للاحتجاج أولاً على أصحابه من المتصوفة، ويقال لهم انظروا ماذا صنع سلفكم، فإنهم كانوا يثبتون العقيدة الصحيحة، فهو حجة عليهم. الأمر الثاني أنه كان من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يأخذ الحق ممن قال به ويترك خطأ، فإذا نطق أحد بالحق فإنه لا يهضمه حقه ويذكر هذا الحق. ولذلك ذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة، فمنها ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أن الله له نفس، أن الله له نفس، وهذا النفس الثابتة لله عز وجل هي نفس مجتمعة فيها صفات الكمال وليس ذات مجردة. ولذلك ذكر في هذا الكتاب كمثل قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذا النفس التي أثبتها لله عز وجل هي نفس متصفة بصفاتها وليست نفس مجردة عن صفاتها. ولهذا ذكر كلام أهل العلم أن المراد بالنفس في القرآن والسنة
ذات الله، كتب ربكم على نفسه يعني كتب على ذاته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني تعلم ما في ذاتي. فالنفس هي الذات، الذات المتصفة بصفاتها. ولهذا لما نقل عن الخطاب القول في الذات كالقول في الصفات، فالمراد بالقول في الصفات أنه إثبات وجود لا إثبات كيفية، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكيفية ذات الله لا يعلمها إلا الله، فهي من أمور الغيب، وكيفية صفاته سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله، فهي من أمور الغيب. فإثبات الذات وإثبات الصفات إثبات وجود، إثبات وجود لا إثبات كيفية. ولذلك نقل كلام الإمام مالك الذي نقله أهل السنة كلهم لما سئل عن الاستواء، كيف استوى الله سبحانه وتعالى على عرشه؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وابن خفيف مشى على هذا المنوال واستفاد كلام الإمام مالك هذا وبنى عليه، ولذلك أشرت في الدرس السابق أنه من علماء المالكية، والصواب أنه من علماء الشافعية، ولذلك ترجمته في طبقات الشافعية. لكن الأئمة كلهم في العقيدة على عقيدة الصحابة، وكلهم اعتمدوا مثل ما قال الإمام مالك وغيره أن إثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية. فإذا مر معنا ما يتعلق بالنفس فلنعلم أن المراد به هو الذات، يعني على نفسه، يعني كتب على نفسه على ذاته. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أتباع الفقهاء ظنوا أن النفس صفة، أن النفس صفة للذات، وبين غلطهم في ذلك، لأن الله عز وجل لما يقول ويحذركم الله نفسه ما هو يحذرهم من صفة، وإنما يحذرهم من ذاته. لماذا؟ لأن الصفات لا تدعى، ما تقول يا يد الله ويا وجه الله ويا قدم الله ونحو ذلك، وإنما الذي يدعى هو الله بكامل صفاته، الذي يدعى ويستغاث به هو الله بكامل صفاته، ما عدا ما وردت به النصوص مثل برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، وهذا ورد به السنة. لكن ما تقول بيدك استغيث، ولا تقول باستوائك استغيث،
سواء الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يعني تقتصر على ما ورد في النص، وذلك لأن باب الاعتقاد من الأمور الغيبية الذي يقتصر فيه على الكتاب والسنة، هذا فيما يتعلق بالنفس، وهو أيضاً تعرض لموضوع الإمامة، والإمامة هي إمارة المسلمين، وكلامه عن الإمامة لأن أمور الناس لا تصلح إلا بوجود إمام، لا يصلح الناس فوضى لا شورى لهم، ولذلك نجد أن الصحابة اهتموا بهذا الأمر كما تعلمون في قصة سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون والأنصار ونصبوا خليفة قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم لأهمية الإمارة والخلافة. والهدف منها هو لأن تعريف الخلافة والإمارة هو سياسة الدنيا بالدين، ولهذا لما جاء التقييد في موضوع أنه لا يخرج على الحاكم المسلم ما أقام لكم الدين، ما صلى بكم، فالهدف من الإمارة والهدف من الخلافة هو سياسة أمر الناس بالدين بالكتاب والسنة. وهذا الكتاب نزل، وهذا الدين نزل ليعمل به، وليس الهدف في موضوع الإمارة أنه لمصلحة شخص معين، بل يبحث عن أتقى الناس وأصلح الناس. ولهذا لما أجمع المهاجرون والأنصار على تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه اعتبر هذا الإجماع على أنه أفضل الصحابة، ولولا فضله ما اختاروه، لأن الإمارة والخلافة تحتاج إلى أمانة وتقوى، ولولا فضله ومكانته لما أجمعوا على اختياره، فاعتبر اختياره بأنه إجماع على أفضليته، بمعنى أنهم لا يختارون لمن يطبق عليهم دين الله عز وجل ويسوسهم به إلا أفضلهم. وهل كل الأمراء سوف يتحقق فيهم ذلك؟ أبداً، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحصل هنات وهنات ويحصل أثرة، لكن لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ما لم يصدر منه كفر بواح، ومعنى بواح يعني كفر ظاهر لا لبس فيه، ليس مجرد ظنون وتخرص، وإنما كفر بواح. ولذلك كان الصحابة يبحثون عن أفضل الموجودين ليقيم لهم الدين، فكان أبو بكر أجمع عليه المهاجرون والأنصار أنه أفضل الأمة.
فبايعوه على ذلك، وخالف في ذلك طائفتان منحرفتان، طائفة هي الرافضة، فإن الرافضة زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي ابن أبي طالب، واحتجوا بأدلة لا 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 دليل فيها أبدا، وإجماع الصحابة يرد هذا الدليل، وهم لكي يخرجوا من إجماع الصحابة كفروا الصحابة وضللوا الصحابة وزعموا أنهم تواطؤوا على كتم هذا الأمر المتعلق بخلافة علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه ممن أجمع مع الصحابة على الخلفاء الثلاثة الذين بويعوا بالخلافة، أبو بكر وعمر وعثمان كلهم ممن أجمع مع الصحابة عليهم. وأيضا فإن الخوارج خالفوا في هذا النجدات منهم، قالوا لا يلزم على الناس نصب خليفة، يقولون ما في داعي لنصب خليفة، الناس يتناصفون بينهم بدون خلافة، هذا كلام ساقط، خاصة فرقة تسمى النجدات من الخوارج، لكن الفرق المبتدعة الغالية هذه لا يعتد بخلافها في الإجماع، والإجماع الذي يعتد به هو إجماع الصحابة ومن سار على طريقهم. وأيضا غلت فرقة أخرى وهم الرواندية، وزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى للعباس، وهذه فرقة من فرق الزنادقة الرواندية، لكنهم أرادوا يتقربون لبني العباس ويضعون أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى للعباس حتى ينشرون الزندقة عن طريق الغلو في الطائفة التي تحكم في ذلك الزمن، وهم خرجوا في خلافة أبي جعفر المنصور العباسي، ووضعوا أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة للعباس، ثم نشروا من الزندقة ما هو معلوم، ولذلك ترون أنه في الدولة العباسية شكلوا ديوان اسمه ديوان الزنادقة. ديوان الزنادقة يسجلون فيه الشخص الذي يأتي بأشياء تطعن في أصول الدين، حتى وإن لأنهم هو يريد غطاء من الحاكم فيغالف الحاكم ثم ينفث سمومه مع هذا الغلو. ولذلك هذا منهج زندقي من منهج الزنادقة، أنهم يغلون في الحاكم غلوا زائدا حتى كأنهم من أوليائه، ثم ينفثون شرهم تحت غطاء هذا الغلو. ثم بعد ذلك توالت حركة الزنادقة في العصر العباسي، ولكن وكان لهم ثورات وقتل قتلى ونحو ذلك، لكن هذا مسار التاريخ، هكذا هذا مسار التاريخ.
والعصمة من ذلك هو الاعتصام بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، ما أجمع عليه سلف الأمة. والإجماع المنضبط هو من أقوى الإجماعات، إجماع المهاجرين والأنصار، وهو الذي ذكره ابن خفيف في إثبات ما لله عز وجل من أسماء وصفات. وأيضاً مما أثاره ابن خفيف وذكره في كتابه ما يتعلق بأفعال الله عز وجل، وهذا فيه رد على القدرية المعتزلة، فإن القدرية أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل الظلم، فقالوا لو قدر المعصية على العبد ثم حاسبه عليهم فهو حاسبه عليها فهو ظالم له، وبذلك أنكروا نسبة المعصية إلى تقدير المعصية إلى الله عز وجل. ولذلك قال هنا: وكان الاختلاف في خلق الأفعال، خلق الأفعال يعني أفعال الناس، هل هي مقدرة أم لا؟ وقال قولنا فيها، من هذا الذي يقرر يقول قولنا فيها؟ ابن خفيف يقول قولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر، وهذه مسألة كبيرة من مسائل أصول الدين التي لم يكن فيها خلاف بين السلف، وإنما حصل الخلاف في أهل الزيغ كما ذكر ابن خفيف. ومسألة القدر والإيمان به، فالقدر من أركان الإيمان الستة المجمع عليها التي جاءت في حديث جبريل وغيره. والإيمان بالقدر بمعنى الإيمان بأربعة أشياء، احفظوها جيدا. أما تقول أنا مؤمن بالقدر، تأمل هذه الأربعة الأشياء، هل هي متحققة فيك؟ الأول علم الله السابق الأزلي، علم الله السابق الأزلي، فإن الله سبحانه وتعالى علم كل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، العلم المحيط الشامل الأزلي لا بد أن تؤمن به، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير، يعني الذي يحصل عليك وعلى غيرك وفي الكون هذا كله فإنه مكتوب، وأن الله تعالى خلق القلم فأمره بكتابة كل شيء إلى قيام الساعة، يعني ما يحدث في هذا الكون شيء إلا وهو مكتوب مسجل، كتبه الله عز وجل، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة مشيئته سبحانه وتعالى الشاملة لكل شيء، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، يعني ما يحدث بهذا الكون شيء إلا وقد شاءه الله، شاء الله أن يحدث،
والمرتبة الرابعة خلق الله تعالى لكل شيء، والأفعال من الشيء ولا ما هي من الشيء؟ الأفعال من الشيء، فالأفعال خلقها الله عز وجل، خلقه تعالى لكل شيء ولا خالق غيره. ومن ذلك أفعال العباد من خير أو شر، فهي أشياء موجودة، إذن هي مخلوقة ضرورة، فلا بد لها من خالق ما دام انها موجودة هذه الأفعال ولها خالق، فهل هناك خالق غير الله؟ إذن الله خلق الأفعال، وهذا ما تدل عليه النصوص والإجماع. قال النووي رحمه الله: مذهب أهل الحق أن كل المحدثات، يعني الشيء الذي يحدث في الكون، فعل الله تعالى وخلقه، سواء خيرها أو شرها. وهذا ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم، وأيضا نقل الإجماع ابن حزم في كتابه الفصل. ولذلك قال: إلا أن أهل الزيغ، يعني القدرية، ظنوا ظن السوء، فظنوا أن النصوص تخالف العقل لضعف عقولهم وضيق عطنهم، فقالوا لو كان خالقا لأفعال العباد فهذا يعني أنه أكره العاصي على المعصية، وقالوا لو كان خالقا لها لكان هو الفاعل لها، والله منزه عن فعل الشر، وكل هذا باطل. يعني هذا القول قول باطل، والعقل السليم يوافق النصوص لا يخالفها، فليس معنى خلقه تعالى لأفعال العباد إكراهه تعالى لهم عليها، فهو منزه أن يكره طائعاً على طاعة، فضلاً عن أن يكره عاصياً على المعصية ثم يعذبه عليها، بل هذا ينزه عنه المخلوق، فالخالق سبحانه أولى. وكما لا يلزم من علم الله تعالى السابق الإكراه، فكذلك لا يلزم ذلك من الخلق ولا من المشيئة. لذلك نقل عن كثير من السلف قولهم: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهذا القول ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى، وذكره ابن القيم في طريق الهجرتين، وذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، وهو أن القدرية هؤلاء ناقشهم في العلم: هل الله عز وجل علم أن العبد سوف يفعل كذا ولا ما يفعل؟ فإن علم ذلك ولم يمنعه منه فهذا حكمة الله اقتضت ذلك، لكن ما أكرهه عليه. يعني علم أن زيدا سيقتل عمرا، لكن هل أكرهه على قتله؟ لا، مجرد العلم أن الله يعلم. هم يقولون، الذين الغلاة منهم يقولون: الواجب على الله أن يمنعه ما دام علم ذلك، الواجب على الله أن يمنعه من قتله. فلذلك إن أنكروا العلم قالوا: لا ما علم، لو علم لوجب عليه،
فإن أنكروا العلم كفروا، إن الله ما يعلم، يعني حصل بكون الله هذا شيء لا يعلمه. وإن أقروا به خصموا تماما، إن أقروا به خصموا. تصورتم هذا ولا؟ طيب. قال ابن رجب: يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقه إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ، يعني الخلق لما جاءت الكتابة هذا شقي وهذا سعيد وهذا في النار وهذا في الجنة قبل أن يعملوا، هذا الذي كتب هو الذي علمه الله، لكن الإنسان ما يدري هو أين مكتوب. ولذلك لما سأل الناس ما دام أننا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم علم أهل الجنة من أهل النار، يعني عنده الآن أسماء أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا نعم. قالوا ففيما العمل؟ يعني لماذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت ما تدري ماذا كتب عليك في كتابك، أنت ما تدري ماذا كتب عليك في كتابك، ولذلك لماذا تمتنع عن العمل أصلا؟ إن كنت من أهل السعادة فسوف تيسر لعمل أهل السعادة، وإن كنت من أهل الشقاء فسوف تيسر لعمل أهل الشقاء. وكنت أقرأ في قصة رجل اسمه الرجال، هذا الرجال أدرك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجل ضرسه في النار مثل جبل أحد، ضرسه الضرس في النار مثل جبل أحد، وكان أبو هريرة حاضر وحضور مجموعة من الصحابة وحاضر الرجال هذا. يقول أبو هريرة، أبو هريرة يعرف الصحابة اللي كانوا حاضرين مجلس الرسول، قال أنه قال: منكم رجل ضرسه في النار مثل جبل أحد. يقول أبو هريرة: فمات الذين كانوا في المجلس يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى إلا أنا والرجال. يقول: فكنت في هلع شديد وخوف شديد، لأن الذين ماتوا في الظاهر أنهم ماتوا على خير، فكنت خائف من هذا الأمر، لكن لا يكون أني أنا الذي ضرسي في النار، هذا يخاف من سوء الخاتم. يقول: فلما خرج مسيلمة الكذاب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث أبو بكر الصديق هذا الرجل، لأن هذا ظاهره أنه صاحب علم وفقه، فأرسله إلى مسيلمة الكذاب وقال له: ثبت الناس وللرجوع لثبات، لأن مسيلمة الكذاب ارتد. فجاء الرجال ليثبت مسيلمة الكذاب والذين عنده ويدلهم على الصواب. فلما جاء عند مسيلمة أغراه وأعطاه ذهبا كثيرا،
وقال له: أريد منك أن تشهد لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشركني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فانخدع بهذه الدنيا. لما صب الذهب صبا أمامه انخدع، ثم قال للناس وهم يعلمون أن هذا الرجال قابل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيه من الزهد والورع والعلم، فقال قال لهم: أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشرك مسيلمة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جعله شريك معه، فكانت فتنة عظيمة، كانت فتنة عظيمة. فالشاهد أن هذا والعياذ بالله ختم له بالشر وختم له بالخير، فاطمأن أبو هريرة أن هذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: ضرسه في النار مثل جبل أحد. ولذلك يدعو الإنسان دائما: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولذلك قال: ومن أنكر العلم القديم، من أنكر العلم القديم، فنص الشافعي وأحمد على تكفيره، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. فهذا معنى أنكم ناقشوهم بالعلم، فإن آمنوا به خصموا، وإن كفروا بعلم الله المحيط الشامل فقد كفروا. وأما قولهم لو كان خالقاً لها لكان هو الفاعل لها، فهذا سببه عدم التفريق بين الفعل والمفعول. انتبهوا للمسألة هذه دقيقة شوي. قالوا: لو كان هو الفاعل لها، يعني الله عز وجل هو الفاعل لفعلك أنت، فهل الفعل اللي أنت فعلته هو فعل لله عز وجل؟ قال: فهذا سببه عدم التفريق بين الفعل والمفعول، بين الفعل والمفعول. انتبه يا حواس، ها؟ بين الفعل والمفعول، والخلق والمخلوق، والخلق والمخلوق. وهذا أحد أهم أسباب الضلال في باب القدر، مع الأصل الثاني وهو عدم التفريق بين المشيئة والمحبة، بين المشيئة والمحبة. فإن الله شاء أن يقع الكفر من الكافر، ما يقع، لكن لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي ولا يحب الفحشاء. فبعضهم ربط بينها، يقول: ما دام أنه شاءه فهو أحب. وهذا ضلال مبين. المشيئة لا تستلزم المحبة، المشيئة، والخلق لا يستلزم أنك الفاعل للشيء، بل الإنسان فعل فعله والله عز وجل خلق هذا الفعل. قال: وأما أهل السنة فيفرقون فيؤمنون أن الله خالق فعل العبد، والعبد هو الفاعل، خالق الفعل لكن العبد هو الفاعل، وليس الخلق الذي هو فعل الله والمفعول الذي هو فعل العبد. فالله خالق العبد فاعل وكاسب، ولذلك أضاف سبحانه الخلق إلى نفسه، فقال تعالى: الله خالق كل شيء. فكل شيء يعني كل تدخل فيها الأفعال. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق كله لله،
وأضاف الفعل إلى العبد، فبين تعالى أن عقاب العاصي بسبب فعله، فقال تعالى: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فهم يعذبهم على ما كانوا يعملونه، فهم فاعلون له وكاسبون وهو خالقه. وقال تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلا تعارض بين النصوص، ولا يؤمن ببعضها ويكفر بالبعض الآخر. فالخلق فعل الرب تعالى وهو وصفه، والفعل من طاعة ومعصية قام بالعبد، والله تعالى يقوم به الشر، والله تعالى لا يقوم به الشر والعيب والنقص، تعالى الله عن ذلك. ولا تعارض بين كون فعل العبد هو فعل له وخلق لله في الوقت نفسه، ولا تعارض لا في النقل ولا في العقل. مثلا قال: فهؤلاء المعتزلة القدرية جعلوا العبد هو الفاعل وهو الخالق لفعله، فجعلوا مع الله إلها آخر، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس جعلوا للخير خالقا وهو النور، وللشر خالقا وهو الظلمة، وغلا الجبرية في الطرف الآخر، فقالوا الخلق هو الفعل، فالكل خلق الله وفعله تعالى عن ذلك وتقدس، فجعلوا الفجور والشرك والظلم أفعال لله عز وجل، وقالوا العبد ليس له قدرة ولا مشيئة ولا فعل، بل هو مجبور على فعله. أرأيتم كيف يكون الانحراف؟ يعني أمة وراها ولا قبلها؟ فقول الجبرية ضد قول القدرية تماما، والحق هو الوسط والتفريق بين الفعل والخلق، إلى غير ذلك مما ذكره الشارح هنا، وهو الكلام هذا مبين في شرح العقيدة الطحاوية وفي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن أراد، وفي طريق الهجرتين، فمن أراد الاستزادة والتثبت فليرجع إلى هذه المراجع التي ذكرت لكم. ثم ناقش مسألة ثانية، وهي مسألة الأسماء والأحكام، وهذه لعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وأكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.